إذا نتكلم عن المحافظة، لو نتكلم أنفاق 100 مليار دولار لتأهيلها، أسباب التعطل مصانع العراق كلها رغم معدلات ارتفاع البطالة، نرجع إحنا 100 مليار دولار 100 مليار بالنسبة 100 مليار دولار هاي مو أنا جبتها، هاي طبعا من وزارة التخطيط. 100 مليار دولار نعم، 100 مليار دولار مصروفة على الديوانية مصانع العراق. مصانع العراق ما لي دخل عن مصانع احنا نتكلم ومن ضمنها المصانع. المصانع مصانع ليش موجودة؟ يعني مصنع بالديوانية عندكم يعني قصة، هناك خطأ. إذا تكلمنا احنا عن الموازنات محافظات الإهمال الحكومية سنوات مرت، وموازنات الديوانية وملف الخدمات ما زال لحد الآن مشروع مصانع فقط عندنا في الديوانية. نعم مشروع ثلاث مصانع. مشروع ايش؟ المشاريع اللي بالديوانيه المصانع المتوقفه من 2003 الى حد الان هي ثلاثه عندنا. هن ثلاث مشاريع، ثلاث مصانع لوزاره الصناعه. هو مشروع المطاط، مشروع النسيج، مشروع الطابوق. هن ذن ثلاثه. الطابوق انتهى لانه راحت البنايه انتهت، وأما النسيج فهو يعمل ولكن لا يوجد عمل صحيح، وإنما يعني عمل يعتمد على الراتب الشهري وهو راتب هزيل جدا ولا يوجد تسويق إليه بشكل صحيح. والعمال المطاط أيضا نفس الحالة، خط إنتاجي واحد ولا يكفي حتى رواتب الموجودين. أنا كنت قبل فترة مع وزير الصناعة، عندنا معمل أيضا مع الألبان، بس الألبان يشتغل بهم نفس العملية. هو المشكلة اليوم إحنا نريد ندمج بين إحنا مشكلتنا، حكومتنا الآن هي حكومة ليست اشتراكية وليس يعني أنه تكون هي المسؤولة عن كل شيء. يعني ما مو أنه هي تغلق الأسواق أمام الناتج وكذا ولازم يصير التجارة حرة. المصانع الموجودة يجب أن تكون إلى المستثمرين، لانه احنا نظام استثماري اكثر ما انه نظام ايش اشتراكي. معمل اسفلت الديواني معمل يعني هو انت اسم بقى، يعني اكو اسماء يعني من 2011 يعني من 2011 يعني الى حد الان يعني الكلفه الاجماليه قدرها كان المقدره ايضا 14 مليار دينار عراقي. يعني مفروض هو تدمر، تعرض الأمن الاقتصادي للخطر هذا، لكن لا 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 لا, لا, لا إلى لا حد لا الآن مع احترامي. طيب مع احترامي للمعلومة اللي واصلتك، مع احترامي للي ناقل لك المعلومة، معلومة غير صحيحة. هذه من المشاريع اللي كانت متوقفة من 2011، معامل اثنين، معامل وليس معمل اسفلت، اثنين، واحد للبلدية وواحد للبلديات. اثنيناتين بالعشرين أكمل، نهاية العشرين أكملتهن. كان عندنا بالعقد لا يوجد أكو معامل اسفلت تعتمد على الكهرباء لازم مستمرة، يعني أي عمل إذا انقطع الكهرباء يصير تجمد بداخل المعمل ولازم إعادة فتح أو كذا. بالعقد اللي كانوا مبرمينه لا يوجد فيه مولدات. تمام. فبال 21 دبرت مولده للبلديات. يعني اشتريتها من عندنا. نعم. ولانه غاليه جدا تقريبا بحدود ال 160 الى 170 مليون. لا اكثر والله 190 مليون. والآن قبل شهر دبرت المولدة الأخرى للمعمل الثاني، فالآن الله اكتمل المعملين.